لمن لا يعرف قيمة الفن يقدره، لمن لا يعرف الرسم حتى يجربه، لمن لا يعرف قدرتي كرسام نفساني ليفهمه وعبر عن شعوري من داخلي لكي أفرغه كتعبير من الظلام إلى الألوان على الألواح كانت فارغة. أستيقظ في الصباح حامل القلم لأصور صورة أجهلها من قبل وهي نائمة في داخلي مملوءة بالألوان، الألوان مرة بيضاء ومرة سوداء، وهي فيها دواء ينشطني، تنشط نفسي لكي لا أعاني من المشاكل المادية أو المسالب النفسانية. في بعض الأحيان أبيعها بثمن قليل، ثمن لن يؤدي قدرها ولن يستحق قدرها، بل أحس بالسرور من الناس العشاقين، أحس بالسرور من الناس العشاقين، لا من التجار الذين يريدون بيعها لكسب أموال كثيرة من فضلي ولن يؤدون ثمنها الواجب من قبل، وهذا عار عليهم ولا أحترمه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.